في مثل هذا اليوم وقبل 32 عاما وصلت قوات الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة الرئيس المؤسس الراحل مشير تشاد إدريس ديبي تنو إلى العاصمة أنجمينة، وقد تحدت هذه القوة كل المخاطر وواجه النظام الرئيس الأسبق حسين حبري وحملت معها الحرية والديمقراطية التي كانت حلم كل مواطن عاش وعاصر فترة الدكتاتورية. وسرعان وصولها قد وجدت ترحيبا من الداخل والخارج، واستولت على مقاليد الحكم بغية بسط الأمن والسلام ووحدة التراب الوطني وتحرير الشعب التشادي من أحادية الرأي والفكر ونظام الحزب الواحد إلى حرية التعبير والتعددية الحزبية. وتخليدا لهذه الذكرى التي لا تنسى، اعتمدت البلاد تاريخ الأول من ديسمبر من كل عام كعيد وطني يحتفل به في جميع الأراضي الوطنية. وفي الصباح الباكر احتشد المواطنون للمشاركة في إحياء هذه المناسبة التاريخية التي يعتزون بها، وملامح الفرحة والفخر تظهر في وجوه الكبار والصغار، لا سيما مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ. وفي تمام 10:05 بالتوقيت المحلي وصل الرئيس الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد إدريس ديبي تنو إلى ساحة الأمة ليترأس الحفل الرسمي للاحتفال بعيد الحرية والديمقراطية دورة العام 2022. ووفقا للمراسم العسكرية استقبله القائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق أول أبكر عبد الكريم داود، وحيا فخامته جميع وحدات قوات الدفاع والأمن المصطفى في طابور الشرف، ليضع بعدها إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، ومن ثم عزف النشيد الوطني التشادي. هذا وشهد الساحة الأمة استعراضا عسكريا شاركت فيه 13 وحدة عسكرية تابعة لقوات الدفاع والأمن، بدءا بقوات الإدارة العامة لأمن مؤسسات الدولة والقوات البرية وعناصر القوات الجوية وقوات الحرس الوطني للبدو الرحل والدرك الوطني وقوات حرس الغابات والقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب وقوات مكافحة التهريب بالجمارك، وتبعتها شرطة البلدية فضلا عن قوات الدفاع المدني والشرطة الوطنية، بالإضافة إلى براعم الجيش التابعة لمجموعة المدارس العسكرية المشتركة والمحاربين القدامى. إن الاحتفال بهذه المناسبة يعد تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بالتضحيات الوطنية التي قدمها أبناء الوطن الأبرار منذ العام 1990، والمحافظة على المكتسبات التي جاءت بها الحركة الوطنية للإنقاذ والمتمثلة في الحرية والديمقراطية وكذا الأمن والاستقرار اللذان تنعم بهم البلاد.